بالنسبة للديمقراطيين وبالنسبة لتصريحات البيت الأبيض، لكن الجمهوريين يحاولون أن يشككوا بأن ربما كان على الرئيس أوباما أن يحقق أفضل من هذا. بالنسبة للتعامل مع أزمات الشرق الأوسط، ربما لم يقدم استراتيجية فعالة، وبالتالي جعلت أمريكا تتراجع بدل أن يكون لها قصب السبق في حل كثير من النزاعات. بروفيسور، وأنا أفهم ما يقول السيد الشرقاوي، لكن أريد أن أفهم وأفهم عن المشاهدون، شيء طبيعي أن يكون هناك اختلاف سياسي، لكن حدة الاختلاف السياسي مع باراك أوباما في الفترة الأخيرة غريبة إلى حد ما. أين تكمن الأسباب؟ صحيح الإيديولوجيات مختلفة، لكن حتى رئيس يعترف هذه الليلة بأنه ينادم أنه لم يتمكن من توحيد الأمريكيين باعترافه أيضا. ما هي الأسباب؟ لم أرى أبدا قوة سياسية واستقطاب سياسي مثل الذي نراه اليوم في الولايات المتحدة. هذا غير مسبوق في التاريخ الأمريكي الحديث. الجمهوريون هم ضد أي شيء يحمل اسم أوباما بغض النظر عما هو. كانوا عارضوا اتفاقية باريس حتى قبل أن يعرفوا عما كانت عليه. لقد خالفوا النظام الاتفاقية مع إيران. لذا ما هو مهم بالنسبة لإرث أوباما بغض النظر عما يقوله اليوم هو سواء إذا كان ديمقراطي سينجح في البيت الأبيض. فكروا ما سيحدث إذا ما فاز جمهوري. هذا الجمهوري سوف يلغي كل ما قام به أوباما مثل الهجرة والحد الأدنى من الأجور، وفي حال وجود أيضا كونغرس جمهوري فهو سيلغي كل شيء، وسيقوم بتعيين أيضا قضاة في المحكمة العليا. وبالتالي فإن إرث أوباما قد يفقد ما لم يتولى ديمقراطي البيت الأبيض. وسنستمع الآن لبعض ما قيل هذا اليوم في واشنطن قبل هذا الخطاب. خلال الجلسة الصباحية مشاهدينا اليوم في مجلس الشيوخ الأمريكي، قدم الجمهوريون والديمقراطيون تقييمات متباينة للغاية لأداء الرئيس أوباما خلال هذه 7 سنوات الماضية من رئاسته، ولما يترقبون أن يركز عليه هذا الخطاب، آخر خطاب للرئيس عن حالة الاتحاد. ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ دعا الرئيس أوباما إلى التخلي عما وصفه بالسياسة الفاشلة التي اعتمدها منذ توليه الرئاسة، والعمل على التعاون مع الجمهوريين في الكونغرس لتطبيق السياسات التي تخدم مصالح الأمريكيين على حد قوله. لنشاهد معا. ما من عيب في الخطابات الحماسية الملهمة، فجميعنا يحتاج للإلهام خاصة خلال الفترات العصيبة مثل هذه الفترة التي نمر بها. فالخطابات الحماسية التي تكون مرتبطة بسياسات صحيحة وعمل جاد لتحقيقها تكون خطابات جيدة لبلدنا، وأبرز دليل على ذلك رونالد ريغان وجاك كامب. لكن قد حان الوقت للتخلي عن أسلوب الخطابة الفارغ المغلف بالأفكار اليسارية القديمة التي تضر بالطبقة المتوسطة. لقد حان الوقت للتطلع إلى الأمام. سنتابع ما إذا كان الرئيس أوباما سيقوم بذلك الليلة ويتقدم بعيدا عن السياسات الفاشلة التي اعتمدها في السابق. في المقابل استعرض زعيم الأغلبية الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الإنجازات التي حققها هذه المرة رئيس أوباما على مستوى السياسة الداخلية والخارجية رغم المعارضة الشديدة وغير المسبوقة من قبل الجمهوريين. وقال ريد إن الجمهوريين يعيشون في عالم خيالي بعيد عن الحقيقة جراء معارضتهم غير المنطقية للرئيس باراك أوباما. لنستمع. إن صديقي زعيم الأغلبية الجمهورية يعيش في عالم لا وجود له على أرض الواقع. إنما تم إنجازه خلال فترة تولي باراك أوباما رئاسة على مدى السنوات 7 الماضية على الرغم من معارضة جمهورية غير مسبوقة جعل حالة الاتحاد قوية. فقد تم خلق 14 مليون وظيفة جديدة، وكما نما الاقتصاد الأمريكي خلال فترة رئاسة أوباما حيث استطاع القطاع الخاص خلق وظائف جديدة على مدى 70 شهرا متتالية وهي أطول فترة على الإطلاق، فيما تراجعت نسبة البطالة إلى 5% بعدما كانت تبلغ 14% في بعض الولايات.
نتحدث هذه الليلة ونحن ننتظر خطاب رئيس باراك أوباما بعد قليل من مقر الكونغرس، خطاب الاتحاد التقليدي الشهير في الولايات المتحدة. بروفيسور الشرقاوي، إذا ورأينا ماذا هذا التباين الإيديولوجي السياسي بين كل الأطراف عندما ينظرون إلى الأمريكيون الآن إلى الرئيس باراك أوباما، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، هذا الاختلاف في التقييم بين الفاشل والناجح، كيف برأيكم وأنتم تعيشون في الولايات المتحدة يؤثر هذا على الرأي العام الأمريكي؟ ورأينا كيف أن الأرقام، أرقام رئيس أوباما تنزل بسرعة في بعض الأحيان، ورأينا كيف أن الأمريكيين غير راضين في نهاية المطاف من هذا الجدل السياسي وهذا العقم السياسي في واشنطن. كيف يؤثر على الرأي العام الأمريكي هذا الاحتدام السياسي المتواصل؟ أعتقد ينبغي أن نستحضر عنصرين مهمين في تحديد تعامل الأمريكيين العاديين مع هذا الخطاب المنتظر أو المرتقب بعد دقائق. هناك تردي الخطاب السياسي العام داخل الولايات المتحدة، ولاحظنا أن بعض المرشحين الجمهوريين أوصلوا هذا الخطاب إلى الدرك الأسفل. أصبحنا نتحدث عن العنصرية، أصبحنا نتحدث عن معاداة المهاجرين اللاتينيين، عن وقف دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. فلم يسبق في تاريخ هذه الولايات المتحدة العظمى أن وصلت إلى هذا الدرك وهذا التدني في خطاب ربما عنصري لا يليق بمكانتها في العالم. من ناحية أخرى، هناك أيضا ازدراء ونوع من اليأس لدى الجمهور الأغلب، خصوصا الجماعات اليمينية، من أداء الكونغرس. فإذا كان الرئيس أوباما قد وصلت شعبيته إلى 45% لهذا الأسبوع، نلاحظ أن شعبية الكونغرس هي أسوأ بكثير، هي دون 20%. فالمؤسسة السياسية في اتجاه الكونغرس وفي اتجاه البيت الأبيض تفسر لماذا هناك نوع من هذا التجاذب وهذا التناطح الأيديولوجي أكثر من البراغماتية التي كانت تتسم بها خطابات الاتحاد في السنوات السابقة، أيام كلينتون، أيام ريغان والرؤساء السابقين. فقط أشير إلى المشاهدين بأننا وأنت بروفيسور تتحدث وتحلل، نشاهد الآن حاليا في هذه الأثناء وصول أعضاء الكونغرس وكبار الشخصيات الأمريكية لحضور هذا الخطاب مع الرئيس الأمريكي. بروفيسور، هل تشتركون مع هذا الرأي بأن هناك تدنيا في المستوى الخطاب السياسي في الولايات المتحدة كما شرحه البروفيسور؟ أعتقد أن الحوار الاقتصادي قد وصل إلى نقطة متدنية جديدة. هنالك الكثير من المشاكل ولا سيما من جانب الجمهوريين، وهي العدائية التامة لباراك أوباما. باراك أوباما بإمكانه أن يقول أن لديه خطة لكي يثري الأمريكيين $10,000، والجمهوريون سوف يعارضون ذلك لمجرد أنه أوباما. وبالطبع هنالك ديمقراطيين يعارضون كل ما يقوله الجمهوريون، وبالتالي هنالك تاريخ وحقائق. الكثير من الحوار السياسي هو هستيري، يركز على الخوف والكراهية، وهذا لن يذهب البلد إلى أي مكان. أتفق معك بروفيسور وأعيش معك في الولايات المتحدة، لكن ما السبب؟ كيف يمكن لمجتمع ديمقراطي متحرر أن يتحول إلى هذا المستوى؟ ونشهد أيضا أمثلة في العالم العربي أيضا، لكنها دول ربما لا تنهج نفس الديمقراطية ونفس الحريات. لماذا أمريكا بلاد هذه الحرية وهذه الممارسة الديمقراطية يتحول بها مستواها السياسي إلى هذا الحد؟ عدة أشياء. الشيء الأول، قد نكون ديمقراطية عظيمة ولكن لا أحد يصوت على الإطلاق في الانتخابات النصفية. 37% من الأمريكيين صوتوا، بالتالي فإن النصف أو أكثر من الناخبين هم في خارج العملية السياسية، وبالتالي نحن نركز على مجموعة صغيرة جدا، وهنالك نسبة صغيرة من الكبار البالغين الأمريكيين. والمشكلة هنا هي تأثير وأثر الأموال في السياسة، والآن السياسيون يلحقون الأموال عوضا عن أن يلحقوا السياسة والصالح العام، وهم ينظرون إلى ما هو في صالح المتبرعين الأغنياء. والكثير من السياسيين يعتقدون أنه يتوجب عليهم أن يقنعوا الناس الغير أغنياء بأن يصوتوا لغير صالحهم، وبالتالي فهم
يتحدثون ويخاطبون عواطفهم الدينية وغيرها، وهذه مشكلة كبيرة. ويبدو أن رئيس باراك أوباما يحاول أن يذهب عكس الاتجاه. في كل الأحوال عشية خطاب هذا الخطاب أصدر اليوم البيت الأبيض تسجيلا مصورا لأوباما يؤكد فيه أنه عكف خلال فترة الرئاسية على القيام بكل ما في وسعه لخدمة مصالح الأمريكيين بالدرجة الأولى دون أي اعتبارات سياسية ضيقة. لنشاهد. أريد أن نكون قادرين عندما نغادر من هنا أن نقول إنه ليس هناك أي شيء آخر لم نحاول القيام به، وبأننا لم نتوانى في وجه أي تحد لأنه كان صعبا، وبأننا لم نشعر بالحرج أو التعب، أو أننا كنا نفكر بطريقة أو بأخرى في الأمر التالي. فهذا هو وقت الإنجاز، فلن تتاح لنا فرصة أخرى في حياتنا لإنجاز أمور جيدة بقدر ما ننجزه الآن. كل هذا كلام جميل. مع ضيفينا نتابع هذا الحوار. بروفيسور الشرقاوي، هذا الرجل أنزج الكثير في نهاية المطاف لبلاده بشكل موضوعي، نقيم حرب أفغانستان، العراق، التقارب مع كوبا، قطاع السيارات الذي أنقذه، قطاع المال، البطالة رجعت في الولايات المتحدة، ومع ذلك لا يشهد له بالنجاح. حتى لو كنت تكره أوباما كما قال البروفيسور، هناك أشياء حققها هذا الرئيس. لماذا هذه الضغينة السياسية؟ هل لأنه أسود فقط، أم كما قال الدكتور هناك مشكلة في الخطاب السياسي الآن بسبب المال؟ أعتقد هناك عدة أسباب تجعل الرئيس أوباما يعاني الكثير، وهو أعتقد يشكو من عدم تجاوب الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، نظرا لأنه يحاول أن يقدم بعض الرئة. وأعتقد أن الظرفية الزمنية ربما لا تتناسب مع اليمينيين ومع جماعة المبشرين الذين أصبحوا الآن. ولاحظنا أن مكان أحد أعضاء مجلس الشيوخ كان همه الوحيد في عام 2012 هو عدم تمكين أوباما من الوصول إلى الفترة الرئاسية الثانية. مش مكان بالضبط. فهناك ضغائن سياسية شخصية وأيضا سياسية. المشكلة أيضا بالنسبة لأوباما عندما أتى ببرنامجه الانتخابي عقب فترة رئاسة بوش، جاء بالكثير من الاتجاهات المعاكسة. لاحظنا كيف قرر الانسحاب الأمريكي من العراق، من أفغانستان، كيف ألغى عبارة الحرب على الإرهاب، كيف بدأ بحوار أو بنبرة الحوار والتعامل مع الخارج بدلا من تكريس مذهب الواقعية السياسية أو استخدام القوة. نعم. الذي أصبح الآن يعود الآن بشكل قوي في تصريحات مرشحي الحزب الجمهوري. نلاحظ ليلى أن هذا التردي في الخطاب السياسي ربما يجعل أن الديمقراطيين سيصفقون لأوباما، والجمهوريين لن يصفقوا إلا لحاكمة ولاية ساوث كارولينا فيما بعد. بمعنى أن هناك انقسام سياسي. نعم. وأيضا انقسام نفساني بين الطرفين، إلى درجة أن ما كان يجمع بين السياسيين الأمريكيين أصبح الآن يفرقهم. وأعتقد الآن أوباما سوف يحاول الكثير من جهده خلال الخطاب أن يشدد على ضرورة العودة إلى ما يجمع الأمريكيين سواء كانوا جمهوريين ديمقراطيين أو مستقلين، أكثر من مجارات التفرقة. العنصر الآخر المهم أيضا. نعم. أن الانتخابات الرئاسية أصبحت الآن عبارة عن صناعة في يد أصحاب المال وخبراء الرأي العام، وهؤلاء هم من يقدمون دونالد ترامب ويقدمون بين كارلسون، ويجعلون من خطاباتهم العنصرية نوع من الشجاعة والخروج على المألوف في اللبقة السياسية أو ما يعرف بالبوليتيكال كوركتنس. بروفيسور، وأريد هنا أن يعني متابعة لكلام السيد الشرقاوي، أريد أن أخذ مثالا على بعض الصعوبات التي يواجهها هذا الرئيس. مثلا الرئيس باراك أوباما من بين الأشياء التي وعد بها وما زال يحاول أن يطبقها إغلاق غوانتانامو، معتقل غوانتانامو. اشرح لنا بروفيسور الهم السياسي، ولو أن منطقيا يتعين إغلاق هذا السجن، ولكن هذا الرجل واجه صعوبات حتى بعض الأحيان داخل فريقه السياسي في إقناع الأمريكيين بأنه لا داعي لإنفاق كل هذه الدولارات، هناك طريقة أخرى لإنجاز هذه العدالة انطلاقا من القيم الأمريكية، ومع ذلك لم يتمكن خلال 7 سنوات وما زال يعاني مع الجمهوريين في هذه النقطة بالذات. ماذا يحدث في أمريكا؟
هي صعوبة مع الجمهوريين فيما يتعلق بكل شيء، لأن الجمهوريين لا يريدون أن يعطوه أي نص، يريدوا أن يدهروه بأي طريقة، بالإضافة إلى أن الجمهوريين يشعرون بأن الإرهاب هو شيء بإمكانهم استغلاله في هذه الانتخابات، وذلك بسبب الهجمات في كاليفورنيا وفي باريس، فإن الأمريكيين متخوفون من الإرهاب، وهذا هو قضية كبيرة، والجمهوريين يحاولون أن يصوروا أوباما على أنه ضعيف فيما يتعلق بالتعامل مع الإرهاب. هيلاري كلينتون هي المرشحة وهي امرأة، فهي أيضا ضعيفة في مواجهة الإرهاب. من الواضح أن هنالك قضايا أخرى في هذه البلد غير الإرهاب، ولكن الجمهوريين يشعرون بأن بإمكانهم استغلال هذا الأمر، ونحن بالفعل متخوفون، فهذا يقود حريتنا، وبالتالي فإن الإرهابيين سوف ينتصرون. الجمهوريون لا يفهمون هذا المنطق حسب ما يبدو، وآخر مثال دونالد ترامب، وهناك مجموعات متطرفة استخدمت ساوند بايتس، مقاطع صوتية من تصريحاته للتعبئة. يبدو أن الجمهوريين لا يقتنعون بهذا المنطق بروفيسور. نعم، دونالد ترامب يحاول أن يكسب أو يستغل قضية الإرهاب في هذه الرئاسة. هو رجل على حصان أبيض، سوف يركب على حصانه ويحاول أن يدافع عن البلاد، وهذا بالطبع أمر سخيف، لأنك لا تدافع عن البلاد بهذه الطريقة. ترامب يحاول أن يلهب المشاعر الأمريكية، وفي كل مرة يقول فيها شيء مثل أقواله فهو يساعد على تجنيد الإرهابيين. الطريقة الوحيدة في المدى الطويل لدحر الإرهاب هو إعطاء الناس الأمل وإعطائهم شيء لكي يعيشوا من أجله، باستثناء وسوى الدخول في هذه المجموعات الإرهابية. مثلا غزو العراق في 2003 هو ما ساعد على انتشار هذه المجموعات الإرهابية التي نتخوف منها. هل سنرتكب نفس المشكلة الغلطة ونحاول أن نجد نفس الحل للشرق الأوسط؟ بروفيسور الشرقاوي، ترى الصعوبة التي تواجه الرئيس في توحيد بلاد كما جاء أيضا في شرح البروفيسور، بس أيضا المشاكل التي يعاني هذا الرئيس في محاولة توحيد أمريكا وتقريب وجهات النظر، ويبدو أنه لم ينجح، وحتى هذا الصباح قال الرئيس أنه يعني نادم أنه لم يتمكن من هذا الإنجاز، والمثال غوانتانامو، أمثلة أخرى، وكيف يستخدم الطرف الآخر مسألة الإرهاب مثلا، كيف أصبح الصناعة. ما هي صعوبة هذا الرئيس على مدى 7 سنوات التي رأيتها وعيشتها هنا في الولايات المتحدة؟ لماذا لم يتمكن أن يتقدم، مع العلم أن مقاربته جميلة، معقولة، منطقية؟ هذا يعكس حقيقة مهمة ينبغي أن نستحضرها، وهي أن من يتولى البيت الأبيض لا يحكم، بل يشارك الحكم مع الكونغرس وأيضا مع جماعات الضغط المختلفة. ولاحظنا أن أهم معركة الآن يخوضها أوباما هذا الأسبوع وأيضا في الأسابيع القليلة المقبلة هي معركة مع شركات دعم النشر الأسلحة اليدوية، وهو يعلم جيدا أن هذه الشركات هي التي تمول الحملات الانتخابية لكل المرشح أو لأغلب المرشحين، سواء كانوا ديمقراطيين وجمهوريين. والأكثر من هذا، تعهد بأنه لن يشارك في أي حملة انتخابية لأي مرشح ديمقراطي إذا لم يكن يتفق معه في ضرورة وقف الانتشار الأسلحة اليدوية. لكن ينبغي أن نستحضر عنصر أهم من هذا كله، وهو أن أوباما هو من طينة سياسيي شيكاغو، وهؤلاء هم جهابذة الأخذ والسجال، فهو يريد أن يتحدى هؤلاء. وسنلاحظ خلال خطابه أنه يكتبه ليس فقط بمنطق رئيس الولايات المتحدة، بل أيضا بمنطق المثقف وأستاذ القانون الدستوري، بمعنى سنلاحظ أن أوباما يضيف إلى شخصيته شخصيات أخرى، وهو الآن يريد أن يقدم للأمريكيين رؤية مستقبلية من جهة، وأيضا رؤية سياسية عملية تمهد الطريق لرئيس أو رئيسة ديمقراطية في البيت الأبيض باعتباره زعيم الحزب الديمقراطي. هو لا يريد أن يفتح الطريق على أي من الجمهوريين
في هذا الاتجاه رغم كل المصاعب، ولاحظنا أن هذه المعركة قد مر بها أو مر بمثلها خلال الحملة الانتخابية عام 2011-12 عندما اعتقد البعض خصوصا في المناظرة التلفزيونية الأولى أنه خسر المعركة، لكنه عاد بقوة شديدة، وأعتقد أن روح شيكاغو تظل تتدفق في فكره وفي قوته السياسية. إذن بروفيسور، هل بعد قليل نتابع ميشيل أوباما إذن في انتظار زوجها؟ إذا ماذا تتوقعون في نهاية المطاف هذه الليلة؟ هذا الرئيس أمام خيارات، إما أن يكتب كتابا خطابا جميلا، وأنتم تدركون تاريخ الرؤساء الأمريكيين لا يقول فيه أي شيء، لكن الرجل كما هو متوقع ينظر إليه الملايين هذه اللحظة في أمريكا وحول العالم. باعتقادكم ما هي النقطة التي يجب أن يركز عليها كي يترك اسمه في تاريخ هذه البلاد؟ I will say three words. أقول ثلاثة كلمات للرئيس باراك أوباما. سحر، السحر، السحر. عندما يكون أوباما في أفضل حالته فهو شخص ملهم وساحر. هو ليس دائما كذلك، ولكنه ألقى أفضل الخطابات في التاريخ الأمريكي الحديث، ويجب عليه أن يرتقي إلى هذا المستوى. واشنطن كلون قال الوسيلة هي الرسالة، وهذا هو واقع هنا. الأمر يتعلق ليس فيما يقوله، ولكن كيف سيقوله وكيف سيلهم الشعب الأمريكي. لن يقدم مقترحات سياسية، ولكننا سوف نرى نظرة إلى الأمام، إلى المستقبل، مثل ما فعل رونالد ريغان في العام 1988 عندما أنهى رئاسته الثانية، وكان يتأمل أن يليه بروفيسور. أنتم تتحدثون الآن مشاهدينا، بدأ أعضاء ووزراء أوباما يصلون. جون كيري الآن وزير الخارجية الشهير الذي أتم الاتفاق مع إيران، من بين مجازات هذا الرئيس حسب كثير من المراقبين. جون كيري يحيي حسب ما يبدو لي في الصورة بعضا من كبار القضاة والشخصيات، أعضاء المحكمة العليا الأمريكية، ونرى نوعا من الهرج والمرج بعد الوجوه المبتسمة والمتوهجة أيضا لأعضاء الكونغرس. إذن في هذه اللحظات التي ينتظرون فيها دخول الرئيس الأمريكي حسب تقاليد معينة، وبروفيسور هناك تقاليد معروفة يجب أن وخطوات يجب أن يمشيها الرئيس، هناك دخول الوزراء، أعضاء مجلس الكونغرس، بروفيسور، ولكن أيضا الرئيس هو آخر من يصل، ثم يتم الصياح، ثم يصعد إلى البوديوم حيث يلقي خطابه. بروفيسور، نعم، اللحظات ننتظر. الوزير الأمريكي كما تشاهدون على الصورة مونيز، الذي كان لعب دورا أساسيا في إبرام الاتفاق التاريخي مع 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 إيران. الصورة تتغير بسرعة. إذا الشرقاوي أحمد الشرقاوي، هذه الوجوه، ولكن ترى أيضا الوجه السياسية التي تمثل كثير من الابتسامات، كثير من المصافحات، لكن هناك حرب في نهاية المطاف بين الجمهوريين والديمقراطيين. هذه لحظة فقط من العناق السياسي، لكن لا تترجم على أرض الواقع وأرض السياسة في الحياة الأمريكية. بروفيسور شقاوي، حالة الاتحاد كخطاب سنوي يعكس جمالية الديمقراطية الأمريكية، وأنه رغم كل الاختلافات والمعارك السياسية، لكن يظل الإجماع على أن هناك رئيس يقدم ما لديه من تصور للولايات المتحدة، ويثير أيضا أفضل ما يمكن أن يعطيه المتحدث باسم الحزب الجمهوري. يعني هناك ثنائية في الخطابين. ما أنتظره شخصيا هذه الليلة هو أن الرئيس أوباما لن يسهب في الحديث عن سياسات عامة محددة بقدر ما سيقدم الكثير من المجازات والصور الإيحائية. سيتحدث بلغة الإيحاء، لغة الإلهام، لغة إعادة الثقة بالأمة الأمريكية، بقيمها، بتفاعلها مع العالم، وأيضا بأفضل ما تقدمه إلى هذا العالم على مستوى التسامح، على مستوى فتح أبوابها للأجانب. فهو الآن يستحضر بشكل غير مباشر كل النواقص وكل السلبيات التي سمعناها خلال الأشهر الستة الماضية من بعض مرشحي الحزب الجمهوري، حتى يعيد بعض التوازن
خاصة بالنسبة للرأي العام الخارجي قبل الداخلي بأن أمريكا وإن أحيانا أفلتت عن زمام أمورها أو ربما انحرفت نسبيا إلى أنها تعود بشكل موضوعي وبشكل براغماتي، فهو الآن يقدم ما يمكن أن نسميه بمانيفستو أو بيان لتحرك أمريكا نحو المستقبل، تحرك أمريكا إلى فصول جديدة ربما لم تكتب في العقود القليلة الماضية. بروفيسور، الرئيس يدرك أيضا بأن هناك فئة واسعة من الجمهور الأمريكي وهو ينظر إلى الأرقام، عدم الرضا الأمريكيين والرأي العام عن أداء الكونغرس وحتى عن رئاسته، ويدرك أن هناك فئة واسعة من الأمريكيين غير راضية عما يحدث في سياسة واشنطن، وربما أكبر دليل هو صعود نجم دونالد ترامب. هل تعتقد هذه الليلة تتوقع بروفيسور أنه كما يتوقع بروفيسور الشرقاوي أنه سيتحدث إليهم بشكل خاص؟ هل هناك فقرة ما ستكون مخصصة للغاضبين من الأمريكيين؟ Absolutely. Look, this قطعاً انظر هذه هذا الخطاب يجب عليه أن يشعر هو بين الإنجاز والتوقع. لا أتذكر أني رأيت في التاريخ الأمريكي الحديث مثل ما نرى الآن. لقد تم تخفيض مستوى البطالة. بالطبع هنالك مشكلة الإرهاب الحقيقية، ولكن لا يوجد خطر حقيقي أو يهدد الولايات المتحدة. أكثر 11 مليون أمريكي يتمتع الآن بالتأمين الصحي. بالطبع هنالك عدم رضا بين أوساط الشعب الأمريكي، ويجب على أمريكا على أوباما أن يشر هذه الهوة. وهذا السحر الذي تنتظر هذه الليلة منه كلمة ربما. هذا صحيح، هذا ما يتوقع الناس. ماذا سيقول لنا أوباما لإعادة تطمين الشعب الأمريكي حول أين نقف الآن، وما إذا كان لديه مستقبل أفضل للشعب الأمريكي من الجمهوريين؟ لا يمكن أن يكون سياسيا، ولا يجب عليه أن يظهر الاختلاف مع الجمهوريين. رئيس بارك أوباما الآن يصل وإلى يلقي التحية على الجميع كما هي العادة. الرئيس الأمريكي في هذه العادة في هذا الحدث التاريخي، ووراءه ميتش ماكونيل الرجل بالنظرتين إلى يمين رئيس، وراءه رجل المعارضة الجمهورية في الكونغرس، لكنه التقليد الديمقراطي أيضا في الولايات المتحدة أن يكون أيضا جمهوريون والمعارضون إلى جانب أو وراء الرئيس الأمريكي الذي يشغل البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي هنا يصافح ويعانق أعداء الكونغرس من سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين على حد سواء كما تجري العادة والتقليد السياسي. هذه لحظة تفكير ولحظة تأمل ربما أنها تدوم بضع دقائق فقط للرأي العام الأمريكي، يفكر وينظر مجددا إلى هذا الرئيس الذي اختاره هو نفسه كشعب صوت قبل 7 سنوات، اختار هذا الرجل أسود اللون بكل مقوماته، وقد نفذ الرئيس الأمريكي حتى الآن ما استطاع سياسيا. وفي هذه اللحظات نراه يعانق ويصافح وهو يعلم أن المهمة التي قام بها وسيقوم بها وما زال ينتظر أن يقوم بها خلال هذا العام الذي ينتظره أيضا في البيت الأبيض مليئة بالتحديات. وربما بروفيسور الشرقاوي يتحدث ربما ولو قليلا إلى أن يصل أوباما إلى الميكروفون عن تحديات الخارجية الليلة. إيران مشكلة الليلة، اعتقال 10 بحارة أمريكيين، هكذا يبدو الأمر وكأنه مشكلة. ربما كلمات يبدو أن رياح بحر الخليج جاءت بما لم تشتهيه سفينة أوباما هذه الليلة. وأعتقد أنه قبل ساعات قليلة اضطر إلى إعادة صياغة فقرة أو فقرتين من خطابه الليلة، لأن كان يعني من المرتقب أن لا تطغى السياسة الخارجية على مثل هذه الخطب عن حالة الاتحاد. يعني عادة تكون بنسبة 80% للقضايا الداخلية و 20% للقضايا الخارجية، لكن الليلة ربما قد تكون هناك فقرتان خاصة. الفقرة الأولى خاصة بالأزمة الجديدة الآن مع إيران، ويبدو أن هناك مؤشرات لتسوية هذا الخلاف على أساس أن الإيرانيين سوف يطلقون سراح البحارة الأمريكية إذا تم. فهذا سيقلل من الموجة المعادية ربما. الفقرة الأخرى التي ربما ستأخذ نصيبا وافرا في خطابه الليلة هي
محاولة طمأنة الأمريكيين بشأن المخاوف الأمنية وقضية الإرهاب، سواء إرهاب الخارجي في الشرق الأوسط أو الأعمال العنف والتطرف أو الإرهاب الداخلي هنا في الولايات المتحدة. فباستثناء التعامل مع الأزمة الإيرانية الجديدة، وهي نحن على أبواب تطبيق الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، وموضوع الإرهاب ربما ستكون بقية الفقرات في هذا الخطاب عبارة عن إيجاد وجه مشرق لأمريكا وإلهام الأمريكيين بأن غدهم هو أفضل من ماضيهم، وأن تعاقدهم الجديد مع مرشح الحزب الديمقراطي سيكون أفضل بكثير من تعاطفهم مع أي من المرشحين الجمهوريين. بسرعة بروفيسور. One quick point. نقطة سريعة، انظروا كيف الرئيس تقدم في السن ويبدو وكأنه أكبر بعشرين سنة منذ تولى المنصب، هذا أمر مذهل. الضغط أن يكون المرء رئيساً في البيت الأبيض هي بمثابة 10 سنوات خارج البيت الأبيض. كل من يدخل البيت الأبيض فهي بروفيسور لديكم حق. ونتابع الآن هذا الخطاب للرئيس الأمريكي باراك أوباما، تشاهدنا ميشيل الآن ويستعد لإلقاء هذا الخطاب الأخير. وهناك عرف يقدم نسخة من خطابه إلى نائبه والنسخة الأخرى إلى رئيس مجلس النواب، ولاحظنا أن هذا رئيس. إذن لنستمع الآن للرئيس الأمريكي باراك أوباما. عادل، أعضاء الكونغرس، من دواعي شرفي العظيم أن أقدم لكم رئيس الولايات المتحدة. سيدي رئيس مجلس النواب، سيدي نائب الرئيس، أعضاء الكونغرس، أيها المواطنون الأمريكيون، الليلة أحيي المرة الثامنة التي أحضر فيها هنا لأبلغ على حال الاتحاد. وفي بالنسبة لهذا الخطاب الأخير سأحاول أن أقتضب كلامي. البعض منكم مستعجل للعودة إلى أيوا. أنا مررت بهذه الفترة وسأصفق وأعطيكم بعض النصائح. أنا أتفهم لأنه موسم انتخابي، توقعات فيما يخص إنجازاتنا ليست عالية، ولكن سيدي رئيس مجلس النواب أتفهم المقاربة البناءة في تبني موازنة ولجعل التخفيضات الضريبية دائمة للعائلات العاملة، وتأمل أننا سنعمل على أولويات فيما يخص إصلاح النظام القضائي وعلى أسس غير متحزبة وفي مساعدة الناس الذين يكافحون إساءة في الوصفة الطبية. من يعلم، لربما سنفاجئ المتشككين مرة أخرى، ولكن الليلة أردت أن أتساهل فيما يخص القائمة للمقترحات المعتادة. لدي العديد من المقترحات، مساعدة الطلبة في تعلم الشفرة في الكمبيوتر، وسأدفع من أجل التقدم عن العمل الذي يجب إنجازه، تصليح منظومة الهجرة وحماية أطفالنا من عنف السلاح، والأجور المتساوية لنفس العمل والإجازة المدفوعة ورفع. كل هذه الأمور، كل هذه الأولويات تهم العائلات الكادحة، وهي الأمر الصحيح والذي يجب إنجازه، ولن أتوانى إلى حين إنجاز كل هذا. ولكن بالنسبة لآخر خطاب ألقيه عليكم، لا أردت أن أتكلم فقط عن السنة القادمة،
أردت أن أركز عن الخمس سنوات القادمة والعقد الآتي، ومع ذلك أردت أن أركز عن المستقبل. نحن نعيش في أوقات تغييرات استثنائية، تغييرات تمس من أسلوب حياتنا وطريقة عملنا وكوكبنا الأرض ومكانتنا في العالم. إنها نوعية التغييرات التي تعد بابتكارات طبية، ولكنها تنذر باضطرابات اقتصادية تثقل كاهل الأسر الكادحة، وهي تعد بتعليم للبنات في القرى النائية، ولكنها تصل إرهابيين يتآمرون من وراء المحيطات. إنه تغيير قادر على توسيع الفرص وتوسيع هوة اللامساواة، وإذا ما يروق لنا أم لا هذا الأمر، فإن نسق التغيير لا يمكنه إلا أن يتسارع. أمريكا مرت بتغييرات كبرى من قبل، الحروب والكساد، تدفق المهاجرين، عمال يناضلون من أجل عقود منصفة، وحركات لتوسيع الحقوق المدنية. في كل مرة كان هناك من يقول لنا أن التخوف من المستقبل، ومن يدعي أننا قادرون على إيقاف زخم التغيير، وواعد بإعادة ماضي مجيد فقط لوضعنا فكرة أو مجموعة تهدد أمريكا تحت السيطرة. وفي كل مرة نتخطى تلك المخاوف. لم نلتزم بكلمات لينكولن، نلتزم بعقيدة الماضي الصامت. بدلا من ذلك فكرنا بشكل جديد وتصرفنا بأسلوب جديد. جعلنا التغيير يتناسب معنا. دائما نجعل الوعد الأمريكي يمتد إلى الخارج، إلى الحد التالي، إلى مزيد من الأشخاص. ولأننا قمنا بذلك ورأينا الفرص أين رأى غيرنا الهلاك، وخرجنا أقوى وأفضل من أي وقت مضى. ما كان صحيح يمكن أن ينطبق الآن. إن قوتنا الفريدة كأمة تفاؤلنا وسلوكياتنا في العمل وروح الابتكار وتنوعنا والتزامنا لسيادة القانون. كل هذه الأمور تعطينا ما نحن نحتاجه لضمان الازدهار والأمن للأجيال القادمة. في تلك الروح قمنا بإحقاق التقدم في السنوات السبع الماضية. هكذا تعافينا من أسوأ أزمة مرت بها أجيال. هكذا قمنا بإصلاح منظومة الرعاية وقمنا بتنشيط قطاع الطاقة. وهكذا وفرنا فوائد الصحية للعائدين من الحروب ولقدماء المحاربين. وهكذا أمننا حرية في كل ولاية لأن يتزوج المرء من الشخص الذي يحب. ولكن هذا التقدم ليس حتمي ضرورة، إنه نتيجة خيارات قمنا باتخاذها سوية. ونحن نواجه هذه الخيارات الآن. هل سنستجيب للتغيرات في وقتنا بالخوف والتخوف وبالانعزال على أنفسنا وبالتألب ضد أنفسنا كشعب، أو أننا سنواجه المستقبل بثقة بمن نحن وبالقيم التي نؤمن بها والإنجازات الرائعة التي نقوم بها سوياً؟ لنتكلم إذن على المستقبل.
وتطرح هنا أربع أسئلة أعتقد كبلد يجب أن نجيب عليها بقطع النظر عما كان هو الرئيس أو من يسيطر على الكونغرس. أولا، كيف نعطي فرصة منصفة للجميع في هذا الاقتصاد الجديد؟ ثانيا، كيف نجعل التكنولوجيا تناسبنا وليس ضدنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بحل التحديات كالتغير المناخي؟ ثالثا، كيف نجعل أمريكا آمنة وتقود العالم بدون أن تصبح شرطة العالم؟ وأخيرا، كيف لنا أن نجعل السياسة تعكس ما هو أفضل فينا وليس ما هو أسوأ فينا؟ أردت أن أبدأ بالاقتصاد وأسرد عليكم وقائع أساسية. الولايات المتحدة الآن تمتلك أكثر الاقتصادات استدامة في العالم. نحن في خضم سلسلة من خلق الوظائف أهمها منذ فترة. أكثر من 14 مليون وظيفة خلقت، وهي أقوى سنتين في خلق الوظيفة، وتم تخفيض نسبة البطالة إلى النصف، وقطاع السيارات كان أداؤه الأفضل منذ سنوات. وهذا جزء من التنشيط في قطاع السيارات الذي أدى إلى خلق أكثر من 6 مليون وظيفة، وقمنا ذلك بينما نخفض العجز بالثلثين. أي شخص يدعي أن اقتصاد أمريكا هو في تراجع هو يتخيل ويتوهم. ما هو صحيح والسبب الذي يقلق الكثير من الأمريكيين أن الاقتصاد مر بتحولات عميقة، تحولات التي بدأت قبل بداية الركود والأزمة والتي لم تتغير بعضها. اليوم التكنولوجيا ليس فقط يعوض الوظائف في خط الإنتاج، ولكن أي وظيفة يمكن أن تصبح عرضة للأتمتة. الشركات يمكن أن تنظر في أي مكان آخر، وهم يواجهون التنافس الشديد، وبسبب ذلك العمال لديهم أقل نفوذ لطلب العلاوة، وكذلك الشركات لديها أقل ولاء للمجتمعات، والنفوذ والثراء يتركز في الطبقات العليا أكثر وأكثر. كل هذه التحركات وضعت ضغطا على العمال، حتى لما كان لديهم وظائف، حتى لما كان الاقتصاد ينمو، كان صعب على العائلات الكادحة أن تخرج نفسها من الفقر، وصعب على الشباب أن يبدأوا في حياة مهنية، وصعب على العمال في أن يتقاعدوا عندما يريدون ذلك. برغم هذه التحركات ليست فقط فريدة لأمريكا، ولكن هناك مبدأ أمريكي فريد يقول بإذا ما تعمل بجهد فإنك ستنجح. في السنوات السبع الماضية هدفنا كان في نمو الاقتصاد وتنمية الاقتصاد التي تعود بالنفع على الجميع. لقد قمنا بتقدم بشأن ذلك، ولكن نحتاج أن نقوم بالمزيد. وبرغم كل المحاججات السياسية في السنوات الماضية، هناك بعض المجالات حيث أن الأمريكيين يتفقون فيما بينهم. نتفق أن الفرص الحقيقية تتطلب من كل أمريكي أن يحصل على التعليم والتدريب، في حاجة
الذي يحتاجه كي يحصل على وظيفة مجزية. إن قانون عدم ترك طفل وسوية قمنا بتحسين مستوى التعليم ورفعنا مستوى التخرج إلى أعلى مستوياته وعززنا التخرج في المجال الهندسة. وفي السنوات القادمة علينا أن نبني على هذا التقدم بإعطاء الحضانة أو توفير الحضانة للأطفال والدعم للصف الأول إلى 12 في مجال التعليم وإعطاء كل طالب التدريبات في الرياضيات والكمبيوتر كي يكونوا مستعدين في اليوم الأول. علينا أن نوظف مزيدا من المدرسين لأطفالنا. وعلينا أن نجعل الجامعات مقدور عليها لكل العائلات الأمريكية. لا يوجد طالب يعمل بشكل كادح يتأخر. لقد خفضنا دفعات الأقساط المدرسية بدرجة 10%، ولكن الآن علينا أن نخفض كلفة التعليم الجامعي وتوفير تعليم بالمدارس الأهلية بدون كلفة هي أفضل طريقة، وسأحارب كي يتحقق ذلك في هذه السنة، وهو أمر يجب إنجازه. ولكن تعليم جيد ليس فقط ما نحتاجه في هذا الاقتصاد الجديد، نحن في حاجة إلى فوائد وحمايات التي تعطي شعورا بالأمن. إنه ليس الكثير للقول أن الذين سيعملون فقط في نفس الوظيفة وفي نفس المكان بحزمة من الرعاية الصحية لثلاثين سنة هم جالسون الآن في هذه الحجرة. بالنسبة للآخرين خاصة الأشخاص في سن 40 و50، توفير بالنسبة للتقاعد العودة من خسارة الوظيفة يكون أمرا صعبا. الأمريكيون يفهمون أنه في نقطة ما في خلال حياتهم المهنية عليهم أن يصيغوا أنفسهم، ولكن يجب عليهم أن يفقدوا ما كسبوه في الماضي. لذلك الضمان الاجتماعي هم وكذلك الرعاية الصحية هما أهم شيء الآن، وعلينا أن نعزز المنظومتين. وبالنسبة للأمريكيين على وشك التقاعد، الفوائد الأساسية يجب أن تكون قابلة للتغيير والتحول، وهذا ما ينص عليه قانون الرعاية الصحية، ملء الثغرات في الرعاية الأساسية بحيث عندما تفقد وظيفة أو تعود إلى المدرسة أو تطلق عملا جديدا لا تتمتع بالتغطية. 80% من الناس الآن يتمتعون بالرعاية الصحية، وفي إطار ذلك أقول أن التضخم في الرعاية الصحية انخفض، والشركات خلقت مزيدا من الوظائف ووفرت مزيدا من التغطية. وأعتقد أننا لن نتفق على الرعاية الصحية قريبا. فقط هذا تخمين، ولكن هناك وسائل أخرى تجعل الأحزاب تعمل سوية لتحسين الأمان للأمريكيين. لنفترض شخصا يفقد وظيفته، ليس فقط علينا أن نتأكد أنه يحصل على منحة البطالة، ولكن هناك برنامج يساعده على إعادة التدريب. إذا ما كانت تلك الوظيفة راتبها غير كافي، يجب أن يكون هناك شبكة أمان تمكنه من دفع فواتيره، وحتى إذا لم انتقل إلى وظيفة إلى أخرى يظل قادرا على أن يستمر في التوفير
والمدخرات وأن يأخذ مدخراته معه، وهكذا يكون الاقتصاد الجيد. رئيس مجلس النواب راين تكلم عن اهتمامه بمكافحة الفقر. أمريكا هي إعطاء فرصة للجميع في أن يعمل، وأنا أرحب بجدل جدي في كيفية توسيع التخفيضات الضريبية للعائلات القليلة الدخل التي ليس لديها أطفال. ولكن هناك بعض المجالات التي يجب أن نكون فيها صريحين، ويكون صعب أن نجد فيها اتفاق، والكثير منها تقع تحت خانة دور الحكومة. وتأكد أن المنظومة لا تفضل الشركات الكبرى والأثرياء من الأمريكيين، وهو اتفاق أو غياب الاتفاق نزيه، والأمريكيون لديهم خيار أمامهم. وأؤمن بأن قطاع خاص مزدهر هو حجر أساس اقتصادنا. هناك لوائح بالية يجب التخلص منها، وبيروقراطية يجب القضاء عليها. وبعد سنوات الآن من الأرباح القياسية للشركات، فإن العائلات الكادحة لن تحصل على فرص أكبر أو رواتب أعلى بترك البنوك أو صندوق التحوطات. تتخذ القرارات على حساب هذه العائلات. أن العائلات الوسطى لن تشعر بأمان أكثر، لأننا نسمح بالضريبة الخاصة بالعقود الجماعية لا تدخل حيز التنفيذ. إن التهور في البورصة هو الذي أدى إلى هذه الأزمات، وليست الطبقات الوسطى. المهاجرون ليس السبب الأساسي الذي لم ترتفع بسببه الأجور، لأن هناك قرارات بتبجيل مصلحة البعض على الآخرين، وهناك شركات لا تدفع الضرائب وهي تعمل بالخارج. النقطة والتي أنا أؤمن بها أن في هذا الاقتصاد الجديد العمال والشركات المبتدئة والأعمال الصغرى بحاجة إلى صوت أكبر، والقواعد يجب أن تناسبهم ولا أن تكون ضدهم. وأنا لست مفردي أفكر بهذه الطريقة، ولدي خطة بمساعدة الأعمال التي تعتقد أن مساعدة العمال أو المجتمعات يكون جيدا لأصحاب الأسهم. وأود أن أشجع على هذه الممارسات في كل أمريكا، وهذا جزء من مستقبلنا المشرق، توسيع هذه الممارسات الفضلة. حقيقة توضح أن العديد من الشركات الجيدة تكون ممارساتها جيدة. نحن كبلد علينا أن نجيب على هذه الأسئلة، كيف نحفز روح الابتكار كي نواجه أكبر التحديات. منذ 60 سنة عندما فاز علينا الروس في الفضاء، لم ننكر أن سبوتنيك كان هناك، لم نتحاجج بشأن العلم أو نخفض من ميزانية البحث. بنينا برنامج الفضاء، وكنا بعد 3 سنوات نمشي على القمر. تلك الروح الاكتشافية هي في حامضنا النووي. أمريكا هي توماس أديسون وجورج واشنطن، كاثرين جونسون وسالين راين. كل هذه الرموز. أمريكا هي كل مهاجر ورائد أعمال من أوستن إلى كاليفورنيا، كلهم يصوغون مستقبلا أفضل. هذا هو
كنهنا. وفي السنوات الماضية قمنا بتعزيز تلك الروح، وقمنا بحماية إنترنت مفتوحة، وأخذنا تدابير لجعل طلبة يتمتعون بالإنترنت إلى جانب العائلات الفقيرة. أطلقنا الأقطاب التصنيعية، وقمنا بمد رواد الأعمال بكل ما يحتاجونه لإطلاق الأعمال، ولكننا بإمكاننا أن نفعل المزيد. وفي السنة الماضية نائب الرئيس بايدن قال إن أمريكا يمكنها أن تعالج السرطان، وأعطى المعهد الوطني للصحة أكبر الموارد لأكثر من عقد للقيام بالبحوث. الليلة سأطلق جهودا لتحقيق ذلك، لأنه ساند العديد من القضايا. سيكون جو هو المكلف بهذه المهمة. بالنسبة للأحباء الذين فقدناهم والعائلات التي يمكن إنقاذها، لنجعل أمريكا البلد الذي يعالج السرطان. إن البحث الطبي أمر مهم جدا. نحن في حاجة لنفس مستوى الالتزام عندما يتعلق بتطوير مصادر نظيفة للطاقة. لو أي يريد أن يكذب العلوم المرتبطة بالتغير المناخي فستكون منفردين في أفكاركم، لأنكم ستحاججون معظم الشعب الأمريكي ومجموعة العلماء وأمتين التي تتفقان بأن هذا أكبر مشكل يواجه الأرض. حتى لو أن الكوكب لم يكن في المحك، حتى أن سنة 2014 لم تكن هي الأسخن سنة قياسيا، إلى حين توضح أن سنة 2015 هي الأسخن. لماذا نريد أن نفوت الفرصة على الأعمال الأمريكية أن تصنع وتبيع الطاقة للمستقبل؟ منذ 7 سنوات قمنا بأكبر استثمار في الطاقة النظيفة في تاريخنا، وها هي النتائج. من مجالات آيوا إلى تكساس، إن الطاقة في الريح هي أرخص من الطاقة التقليدية، من أسقف البيوت من أريزونا إلى ولايات أخرى. تقوم العائلات بتوفير مئات الدولارات في الفواتير، وخلقت وظائف مجزية أكبر. ونتخذ خطوات لنعطي مالكي البيوت لخلق وتخزين الطاقة، وهو أمر قام بتشجيعه حزب الشاي. وقطعنا وارداتنا من النفط ب60%، وخفضنا التلوث الكربوني أكثر من أي أمة أخرى على الأرض. حتى أسعار النفط مقدور عليها، وهي أقل من دولارين للجالون. علينا أن نسرع في التحول من مصادر الطاقة الغير النظيفة. بدلا من دعم الماضي، علينا أن نستثمر في المستقبل، خاصة في الجاليات التي تعتمد على الطاقة الحفورية. لا نخدمهم عندما لا نبين لهم مسار التحركات. لذلك سأدفع طريقة إدارة الموارد النفط
والفحم، بحيث نضع الأموال ونعيدها إلى تلك المجتمعات ونعيد الآلاف إلى العمل وعبر بناء شبكات نقل عصرية. None of this is going to happen overnight. لم يكن ليتحقق ذلك في ليلة وضحاها. نعم، هناك الكثير من المصالح المتغرسة التي تريد أن تحمي الوضع الراهن، ولكن الوظائف ستخلق والكوكب سيحافظ على نفسه، وهذا هو نوع المستقبل الذي يرنو إليه أطفالنا. التغير المناخي هو جزء من القضايا المرتبطة بالأمن، لذلك السؤال الثالث يطرح نفسه الآن: كيف لنا أن نجعل أمريكا قوية وآمنة بدون أن نعزل أنفسنا أو نحاول أن نتدخل في أي مكان يبرز فيه مشكل؟ قلت لكم أن كل الكلام عن تراجع الاقتصادي كله هراء، وكذلك الخطاب الذي نسمعه عن أعدائنا يستقون علينا ونحن نتراجع. أقول لكم الآن أن الولايات المتحدة هي أقوى أمة على الأرض، نقطة. ولا يوجد أي بلد آخر حتى قريب منا. ولا يوجد منافس قريب لنا. نحن نقوم بالإنفاق على جيشنا أكثر من 8 بلدان التي مجتمعة، وقواتنا تتمتع بأكبر مهارات قتالية. لا توجد أمة تهاجمنا مباشرة أو تحاول ذلك لأنها تعلم أنه سبيل للهلاك. وعندما يتعلق الأمر بكل قضية دولية مهمة، فإن الناس لا يتطلعون إلى بيجين أو موسكو، فإنهم يتصلون بالولايات المتحدة. I think it's useful to level set here. فلنكن واضحين. Because when we don't make good decisions. إذا لم تتوضح الرؤية لا تكون قراراتنا صائبة. شخص يبدأ يومه بإفادة في الاستخبارات، أعرف جيدا أننا نمر بأوقات عصيبة، ولكن ليس مرده إلى أن هناك أشخاص غير عاديين أو تراجع للقوة الأمريكية. في عالمنا اليوم نحن تهديدنا أقل من الإمبراطوريات، ولكن تهديداتنا مصدرها أكثر الدول الفاشلة. الشرق الأوسط تمر بتحولات ستدوم لأجوال منغرسة في نزاعات تعود إلى آلاف السنين. إن الاضطرابات الاقتصادية تأتي من الاقتصاد الصيني الذي هو الآن يمر بمرحلة تحول مهمة، حتى بانكماش اقتصادهم، فإن روسيا تضع الموارد في سوريا وأوكرانيا، وهي الدول العميلة التي تراها تخرج من سيطرتها، والمنظومة الدولية التي بنيت بعد الحرب العالمية الثانية تحاول أن تواكب الحقائق الجديدة. ويعود لنا نحن الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد ترميم تلك المنظومة، وللقيام بذلك بشكل ناجع علينا أن نضع أولويات. أولاً، الأولوية الأولى هي حماية الشعب الأمريكي وملاحقة الشبكات الإرهابية. Both Al-Qaeda
كل من القاعدة والآن داعش يشكلان تهديداً مباشراً لشعبنا وفي عالمنا اليوم. حتى قلة من الإرهابيين لا تثمن الحياة البشرية وبما فيها حياتهم قادرون على إلحاق ضرر كبير، يستخدمون الإنترنت لتسميم عقول الناس داخل بلدانهم، وأعمالهم تقوض وتقوم بتقويض استقرار حلفائنا. علينا أن نتخلص منهم، وبينما نحن نركز على تدمير داعش المزاعم أننا نقترب من الحرب العالمية الثالثة تقوم بتعزيز أفكارهم. إن مجموعات من المقاتلين في شاحنات ويقومون بالتآمر في البيوت يشكلون خطرا كبيرا على المدنيين، وعلينا أن نوقفهم، ولكنهم لا يهددون وجودنا بالأساس. هذه هي القصة التي تريد أن تسردها داعش، وهي نوعية الدعاية التي يستخدمونها للتجنيد. نحن لسنا في حاجة إلى أن نبين لهم أننا جادين أو أن نتجاهل حلفائنا بأننا نقوم بالادعاء أن أو بقبول فكرة أن داعش تمثل دينا من أعظم الأديان. علينا أن نسميهم بأسمائهم، قتلة ومتعصبين. علينا أن نتخلص منهم وأن يخضعوا للدمار. وهذا بالضبط ما نقوم به. لأكثر من سنة أمريكا قامت بقيادة تحالف يتكون من 60 بلدا لقطع التمويلات على داعش وتفكيك مخططاتهم ووقف تدفق المقاتلين الأجانب ومكافحة الإيديولوجية المسمومة. ب10,000 ضربات جوية نقوم بقتل قيادتهم وكذلك ضرب معسكراتهم، وندرب ونساعد قوى التي تستعيد الأراضي في العراق وسوريا من قبضة داعش. إذا ما أن الكونغرس جاد بالفوز بهذه الحرب وجاد بإرسال رسالة لقواتنا وللعالم، فرخصوا لنا استخدام القوة ضد داعش. بالتصويت بشأن ذلك. ولكن على الشعب الأمريكي أن يعلم أنه بترخيص من الكونغرس أو لا، فإن داعش ستتعلم نفس الدروس التي تعلمتها تنظيمات إرهابية سابقة. فإذا ما أردتم رؤية العدالة تتجسد فاسألوا أسامة بن لادن. قائد القاعدة في اليمن الذي قتل في اليمن، أو من قام بالهجمات في بنغازي الذي يقبع في السجن. عندما تلاحق الأمريكيين تقوم أمريكا بملاحقتك. سيتطلب وقتا، ولكننا لا ننسى من يؤذينا. إن سياستنا الخارجية يجب أن تركز على التهديد الآتي من داعش والقاعدة. حتى بدون داعش وحتى بدون القاعدة، فعدم الاستقرار سيستمر للعقود القادمة في العديد من أماكن في العالم، في الشرق الأوسط، في أفغانستان وأجزاء من باكستان وأجزاء من أمريكا الوسطى وأفريقيا وآسيا. وبعض هذه الأماكن لربما تصبح ملاجئ آمنة لشبكات إرهابية أخرى، ومناطق أخرى ستقع ضحية للنزاعات الإثنية أو المجاعة التي تعزز الموجة التالية من تدفق اللاجئين. العالم سينظر إلينا من أجل حل هذه المشاكل، وجوابنا يجب أن يتجاوز الخطاب الشديد أو فقط قصف المدنيين. لربما
يبدو وكأنها مقطوعة صوتية ولكنها لا تحظى بإجماع من العالم. نحن ليس بإمكاننا أن نبني كل بلد يقع في أزمة حتى لو كان ذلك بحسن النية. هذا ليس روح القيادة بالمرة. هذه وصفة للورطة ولسفك الدماء الأمريكي وإهدار المال الأمريكي الذي بالأخير سيضعفنا، وهي الدروس التي تعلمناها من فيتنام والعراق، ويجب علينا أن نتعلمها أو يكون علينا أن نتعلمها إلى الآن. لحسن الحظ هناك مقاربة ذكية، الصبر واستراتيجية منضبطة التي تستخدم كل عنصر من عناصر قوتنا. أمريكا دائما ستتحرك ولو بشكل منفرد لحماية شعبنا وحلفائنا، ولكن في قضايا تهم الجميع سنقوم بتعبئة العالم كي يعمل معنا وتأكد أن بلدان أخرى تدلو بدلوها. هذه هي مقاربتنا التي استخدمناها في سوريا، حيث دخلنا في شراكة مع قوى محلية كي نساعد ذلك المجتمع الذي منكسر كي ينعم بالسلام. لذلك بنانا تحالفا بالدبلوماسية لمنع إيران تحصل على سلاح النووي، وبينما نحن نتحدث قامت بإخراج مخزونها من اليورانيوم مخصب وقامت بتخفيض مخزونها من السلاح. وهكذا قمنا بوقف انتشار الإيبولا في غرب إفريقيا. إن جيشنا وأطبائنا وعمال التنمية كانوا متميزين وساعدوا بلدان أخرى في أن تلتحق لوقف ذلك الوباء. مئات الآلاف قاموا بإنقاذ ملايين من الأرواح. هكذا قمنا بوضع شراكة ما بين الباسيفيك لتعزيز القيادة الأمريكية في منطقة آسيا. قامت بخفض 18 على ضرائب أو ضرائب لمنتجات أمريكية، كلها تعود بالدعم للوظائف في أمريكا. ليست الصين التي تضع القواعد. قوموا بإعطائنا الأدوات للمصادقة على تلك الاتفاقية. سأسوق عليكم مثالاً آخر. 50 سنة من عزل كوبا فشلت في تعزيز الديمقراطية، بل خفضت من مكانتنا في أمريكا اللاتينية. لذلك قمنا بإعادة العلاقات الدبلوماسية وسمحنا بعودة العلاقات التجارية، ووضعنا أنفسنا في موقع يمكننا من تحسين حياة الناس. إذا ما أردت أن تعزيز قيادتنا ومصداقيتنا في الشق الغربي من هذا الكون، قروا أن الحرب الباردة انتهت وقوموا برفع الحصار. ما أردت أن أقوله أن القيادة الأمريكية في القرن 21 ليست خيارا بين تجاهل العالم فقط عندما نتكلم هنا عن الإرهاب أو احتلال وإعادة بناء مجتمعات أخرى. إن القيادة تعني تطبيق حكيم للقوة العسكرية وتعبئة العالم وراء قضايا تهمنا، ما يعني رؤية مساعداتنا الأجنبية كجزء من الأمن الوطني وليست شفقة. وعندما نقود أكثر من 100 بلد من أجل التواصل الاتفاقي يخص التغير المناخ، ذلك يساعد بلدان ضعيفة ولكن يساعد مصالحنا. عندما نساعد أوكرانيا في الدفاع عن ديمقراطيتها أو كولومبيا تحل مشكلتها في حروب الأهلية، ذلك يعزز المنظومة الدولية التي نعتمد عليها. عندما نساعد البلدان الإفريقية في أن تطعم شعوبها وأن ترعى المرضى،
إنه الأمر الصحيح أن والذي يمنع الوباء التالي من يصل إلى سواحلنا. نحن على وشك أن ننهي تفشي مرض الأيدز، ونحن أمامنا فرصة أن ننجز نفس الأمر فيما يخص مرض الملاريا، وهو أمر سأطلب الكونغرس بأن يمدني أموالا بشأنه. That's American strength. هذا هو صلب قوة أمريكا وكنه قيادة أمريكا. وهذه النوعية من القيادة تعتمد على قوة القدوة. لذلك سأستمر في العمل في إقفال السجون في غوانتانامو. إنها مكلفة وغير ضرورية، وهي أداة تجنيد يستخدمها العدو. وهناك أسلوب أفضل في إنجاز الأمور. لذلك نحن في حاجة إلى أن ننبذ التسيس التي تستهدف الناس بسبب عرقهم أو أصلهم. This is not إنها ليست مسألة أن يكون المرء لبقا سياسيا، إنها مسألة فهم ما الذي يجعلنا أقوى. إن العالم يحترمنا ليس فقط لترسانتنا، إنه يحترمنا بسبب تنوعنا وانفتاحنا وأسلوب احترامنا لكل الأديان. إن قداسته البابا فرانسيس قال هنا من هذا المنبر الذي يتكلم منه الآن لمحاكاة الكره، الطغاة هي أفضل طريقة في أن نعوضهم في مكانهم. عندما يشتم الساسة المسلمين إذا ما كانوا في الخارج أو كانوا من مواطنين الأمريكيين، وعندما يتم هجوم على مسجد أو يتم شتم طفل، هذا لا يجعلنا أكثر أمن. هذا لا يعني تسمية الأمور بمسمياتها كما يتم الزعم. هذا أمر خاطئ. هذا ينتقص من قيمتنا في أعين العالم، وهذا يصعب علينا مهمة تحقيق أهدافنا، وهذا يخون هويتنا كبلد. We the people. نحن الشعب. Our constitution begins. ودستورنا يبدأ بهذه الكلمات البسيطة. الكلمات التي نقر بأنها تعني كل الشعب. الكلمات التي تشير أننا سننجو سوية ونندحر سوية، وهكذا هي الطريقة لتعزيز وحدتنا. وهذا يأخذني إلى رابع نقطة التي أردت أن أركز عليها. المستقبل الذي نرتئيه، كلنا نرتئيه، الفرص والأمن لعائلاتنا ومعايير عالية معيشية وكوكب قابل للاستدامة لأطفالنا، كل ذلك هو في متناولنا، ولكن لن يحصل إلا إذا ما عملنا سوية، ولن يتحقق إلا إذا ما كان هناك جدل عقلاني وبناء، وسيحصل فقط إلا إذا ما صححنا سياستنا. سياسة أفضل لا تعني أننا علينا أن نتفق بشأن كل شيء. هذا بلد كبير، مناطق مختلفة، مصالح مختلفة، وهذا هو مكمن قوتنا. في نفس الوقت الآباء المؤسسون قسموا النفوذ بين الولايات والسلطات وتوقعوا منا أن نتحاجج، وهذا ما توقعوه، أن نتحاجج بشأن شكل الحكومة والتجارة ومعنى الحرية وضروريات الأمن.
ولكن الديمقراطية تتطلب أواصر الأساسية من الثقة بين المواطنين. إنها لا تنجح إذا ما فكرنا أن الناس الذين لا نتفق معهم هم لديهم نية سيئة، ولن تنجح الأمور إذا ما فكرنا أن خصومنا السياسيين هم من غير الوطنيين أو هم يحاولون إضعاف أمريكا. أن الديمقراطية متكرسة ولا تنجح بدون توافق، وحتى في حالة التشكيك في الحقائق البسيطة أو نستمع فقط إلى أولئك الذين نتفق معهم. حياتنا العامة تضعف إذا فقط المتطرفون كان لهم صوت. والديمقراطية تنهار عندما يشعر المواطن البسيط أن ليس لديه صوت، وأن المنظومة تساند الأقوياء والأثرياء أو المصالح الخاصة. عدد كبير من الأمريكيين يشعرون على هذا الشكل، وهي الأمور التي تجعلني أشعر بالأسف بأن التباين بين الحزبين توسع. ليس لدي شك أن بهبة لينكولن كان لديه فرصة في أن يرأى بالصدق، وأحاول أن أفعل ما في وسعي طالما أنا كنت في المنصب أن أرأى بالصدق، ولكن لن تكون هذه مهمتي وحدي كرئيس. هناك الكثير من الناس داخل هذه الحجرة الذين يريدون رؤية مزيدا من التعاون، يريدون رؤية جدالا أكثر سموا، ولكنهم عالقون في مشاكل إعادة انتخابهم ويستمعون إلى أصوات من القاعدة. لقد قلتم لي بذلك، وهذا ليس سر في واشنطن، والبعض منكم يستمتع في أن يكون متورطا في تلك الجدالات. ما يعني إذا أردنا سياسات أفضل، وأنا أخاطب الشعب الأمريكي، إذا ما أردنا سياسة أفضل ليس كافي أن نغير الكونغرس أو نغير عضو من الكونغرس أو حتى أن نغير الرئيس. علينا أن نغير المنظومة كي تعكس أفكارنا بشكل أفضل، وأعتقد علينا أن ننهي تقسيم الدوائر بحيث السياسيين هم الذين يختارون الناخبين وليس العكس. Let a bipartisan group do it. فليكون هناك قانون بدعم من الحزبين بهذا الشأن. I believe we've got to reduce. أعتقد أن علينا أن نخفض نفوذ المال في السياسة، بحيث أن ثلة من العائلات أو المصالح القلة يمكنها أن ترتهن سياستنا. And if our existing approach to وإذا ما أن المقاربة التي مرتبطة بإصلاحات المال في السياسة فلتنجح. والكثير منكم يواجه المشاكل في جمع الأموال، وهي مشكل وأنا مررت بذلك. علينا أن نسهل عملية التصويت ولا أن نعقد عملية التصويت. علينا أن نقوم بتحديث منظومتنا في التصويت. This is America. هذه هي أمريكا. نريد أن نسهل مشاركة الناس ولا أن نصعبها. وخلال هذه السنة لدي النية في أن أجوب البلد في أن أدفع بإصلاحات سأقترحها، ولكنني لا يمكن أن أنجز هذه الأمور بمفردي. إن التغيير في العملية السياسية وليس فقط فيما يخص من ينتخب، ولكن في كيفية انتخابهم، يتطلب أن تكون هناك إرادة من الشعب الأمريكي، وهذا يعتمد عليكم. وهذا هو كان مغزى كلمات حكومة من وإلى الشعب. وما أقترحه هو أمر صعب، يكون أسهل على المرء أن يكون سيناتور وأن يتقبل بأن التغيير غير ممكن وأن السياسة
فيها البعض من القنود، والمشكل أن كل الأشخاص الذين يتم انتخابهم يبدو كأنهم لا يكترثون ويعتقدون أن أصواتنا وتصرفاتنا لا تهم، ولكن إذا ما تخلينا عن كل هذه المسائل فنكون قد تخلينا عن مستقبل أفضل. الذين لديهم نفوذ ومال سيحصلون على قوة أكثر فيما يخص قرارات الذهاب إلى الحرب أو إلغاء قوانين حارب من أجلها الأمريكيين، وبزيادة الأحباط ستكون هناك أصوات تحثنا على أن نستخدم الكبش الفداء بالنسبة للمواطنين الذين لا يشبهوننا في الشكل. لا يسعنا أن نذهب على هذا الطريق، لن يؤدي إلى خلق الاقتصاد الذي نرتئيه أو يحقق الأمن المرجو، ولكن أهم من ذلك يعارض ما يجعلنا نحن مدعاة فخر. أيا كانت معتقداتكم أيها المواطنون، إذا ما كنتم تفضلون حزب هذا الحزب أو الآخر أو لا حزب، إذا ما كنتم تدعمون أجندتي أو تحاربونها، فإن مستقبلنا المشترك يعتمد على إرادتكم لأداء واجباتكم كمواطنين، في أن تصوتوا، في أن تتكلموا بشكل عالي، في أن تتصدوا من أجل الآخرين، خاصة من أجل الضعفاء والمهمشين، بمعرفة أننا نحن هنا لأن شخص في مكان آخر قام بالتصدي من أجل حقوقنا. نحن في حاجة لكل أمريكي أن يشارك في الحياة العامة وليس فقط خلال وقت الانتخابات، بحيث أن الحياة العامة تعكس روح الاحترام وروح النبل التي أستشعرها في الشعب الأمريكي كل يوم. إنه ليس أمر سهل. إن نمط ديمقراطيتنا صعب، ولكنني بإمكاننا أن أعد في أقل من سنة الآن عندما لا أكون في المنصب سأكون إلى جانبكم كمواطن مستلهم من قبل أصوات التي تنادي بالرؤية وبالعدل وباللطف التي ساعدت أمريكا في أن تذهب إلى بعيد، أصوات ساعدتنا في أن نرى أنفسنا ليس كلاتينيين وكأبيض أو سود كمثليين أو عاديين كأمريكيين أو أمريكيين أصليين كجمهوريين أو ديمقراطيين، ولكن كأمريكيين في المقام الأول يربطهم عقد. أصوات التي اعتقد الدكتور كينغ تكون لديها الكلمة الأخيرة، أصوات الحقيقة العارية والغير المشروطة، وهناك أصوات من هذا القبيل هناك ولا تحصل على الكثير من الاهتمام، لا يحاولون لفت الانتباه، ولكنهم كادحون في العمل الذي يحتاجه هذا البلد. أراهم في أي مكان أجوب فيه في بلدنا، أراكم أنتم الشعب الأمريكي، وفي خلال ممارستكم لواجبكم اليومي كمواطنين أستشعر فيكم هذا، أرى هذا في خط التجميع الذين عملوا لكي تظل المصانع مفتوحة، وفي أصحاب العمل الذين يدفعون رواتب عالية بدل من تسريح العمال الحالمين الذين يظلون في وقت متأخر لإنهاء مشروع العلم، والمدرسين الذين يحضرون باكرا إلى المدارس، والذين يساعدون الناس في أن يجدوا العلاج، والأمريكيين الذين قاموا بارتكاب أخطاء كأطفال ولكنهم يحلمون ببدء حياة جديدة، وفي مالكي الشركات الذين يعطون فرصا ثانية للعمال،
المتظاهرين الذين يريدون إثبات أن العدالة هم، والشرطي الشاب الذي يعامل الناس بكل احترام والذي يقوم بالمهمة النبيلة بجعلنا آمنين. أراها في الجنود الذين يعطون ويقدمون كل شيء لإنقاذ أخيه، والممرضة التي تجري في الماراثون، والجالية التي تشجع الأمهات، والابن الذي يجد الشجاعة في أن يعلن عن هويته الحقيقية، والأب الذي حبه لابنه يفوق كل شيء. أرى ذلك في الامرأة المسنة التي تقف في الطابور لتدلي بصوتها طالما كان فيها قوة، المواطن الجديد الذي يدلي صوته بصوته لأول مرة في الانتخابات، والمتطوعين الذين يؤمنون بأن كل صوت يهم، لأن كل منهم وبشكل مختلف يعلم قيمة ذلك الصوت. هذه أمريكا التي أعرفها، هذا هو البلد الذي نحبه، ذو قلب كبير والذي لا يخشى التحديات، متفائل والذي لديه الحب الغير المشروط والحقيقة العالية والتي ستسود، وهذا ما يجعلني متفائلا بشأن مستقبلنا. أنا أؤمن بالتغيير لأنني أؤمن بكم، أؤمن بكم الشعب الأمريكي. لذلك أقف هنا واثقا أكثر من أي وقت مضى أن حال الاتحاد قوي. شكرا. الولايات المتحدة ويبارككم. الرئيس الأمريكي إذن يلقي قبل ثوان وينهي هنا إذن خطابه الأخير في فترة الرئاسية، والحقيقة أنه خطاب مطول، طائفة من النقاط من فلسفة السياسة وكيف يجب ممارستها، لكن فيه أيضا مجموعة من الدروس والتحذيرات والجوانب الإخبارية التي تتعلق بالحياة السياسية الأمريكية، لكن أيضا يتحدث عن التحديات الخارجية في الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية. يقول الرئيس الأمريكي صراحة هذه المرة الكونغرس إن الانتصار في هذا الحرب سيتطلب من الكونغرس أن يتدخل وأن يعطي كلمته، أي أن يقرر إن كان يريد إرسال قوة أم لا إلى منطقة الشرق الأوسط، ويلقي بالكرة في نهاية المطاف على الكونغرس الذي طالما عرضه. كثير من النقاط أيضا فيما يخص عمليات البناء، دور أمريكا في منطقة مثل الشرق الأوسط مع دول تكون بحاجة إلى إعادة البناء. يقول الرئيس الأمريكي في هذا الخطاب إنه يجب أن نتعلم من الماضي مثل فيتنام أو العراق، بالتالي يجب أن يكون التدخل الأمريكي لصالح حماية المصالح الأمريكية فقط. وكثير من النقاط أيضا فيما يخص مستقبل الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان وأفريقيا، الرئيس الأمريكي يتوقع كثيرا من الهزات والمشاكل السياسية وعدم الاستقرار هناك، إضافة إلى العديد من النقاط سأحاول بطبيعة الحال قراءتها مع الأساتذة اللذين نواصل معهما النقاش في الاستوديو هنا. الدكتور آلان ليكتمان أستاذ تاريخ سياسي في الجامعة الأمريكية بواشنطن، وأيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاع الدولية بجامعة جورج ميسون الأمريكية. وبالتالي أعلم أنه خطاب طويل كثير من التفاصيل. بروفيسور الشرقاوي، دكتور الشرقاوي، قراءتك الأولى لما استمعنا الآن إليه من هذا الرئيس الذي عانى من معارضة كثيرة في الداخل، يتهم بأنه رئيس ضعيف في القضايا الدولية، تنظيم الدولة إلى آخره، ما هي قراءتك؟ هل تمكن من الرد؟ هذا الخطاب يتسم بسمتين بارزتين. الأولى يبتعد عن الخطابية الحزبية أو الخطابية الأيديولوجية الفضفاضة، والخاصية الثانية أنه يعتمد المنطق الواضح، بمعنى أنه عملي في تصوراته، عملي حتى في أحلامه لمستقبل أمريكا، وأيضا مركز فيما يريد الأمريكيون أو فيما يريد للأمريكيين أن يتبعوه أو يلاحقوه كأحلام في المستقبل. يقدر النمو الاقتصادي، يدعو إلى تحسين الإنترنت واستخدام التكنولوجيا، أيضا يدعو إلى مساعدة الفقراء، وأيضا إلى الاهتمام بالقضايا الصحية، والآن يعين نائبه جو بايدن على رئيس هذه الحملة الجديدة ميشن كنترول ضد وباء السرطان. في نفس الوقت إذا كان لي أن ألخص المحور الرئيسي في السياسة الخارجية، هذه الجملة عندما قال كيف يمكن أن نجعل أمريكا آمنة
وهي تتزعم العالم دون أن تتحول إلى شرطي لهذا العالم. هذا العالم نعم. فأعتقد هذه الجملة بالتحديد هي لب ما يقدمه أوباما الآن بالنسبة للشرق الأوسط، بالنسبة لروسيا، بالنسبة للصين، بالنسبة لكوريا، بمعنى أن هناك ضرورة لإيجاد توازن حقيقي بين ما ينفع أمريكا وما يحميها أمنيا، وأيضا ما يمكن أو ما لا يمكن أن تقدمه أمريكا، بمعنى أن سلم التوقعات في الخارج ينبغي أن يتراجع، لأن هذه هي المنظومة الديمقراطية الآن في السياسة الخارجية. سنعود لمزيد من التفاصيل في الخطاب. بروفيسور، هل برأيكم كما قلتم في بداية هذا البرنامج تمكن هذا الرئيس من أن يعطي خطابا تاريخيا قال فيه كل ما يريد وكل ما كان في قلبه وبصراحة لشعبه وللعالم الذي يراقبه أيضا في هذه اللحظة؟ هل أعطانا الرئيس أوباما هذه الليلة خطابه التاريخي الذي كنت أنت شخصيا تنتظره؟ لقد ظننت أنه قدم أفضل خطابا له في رئاسته. أعتقد أنه أخيرا وجد السحر مرة أخرى ووجد طريقة في إعادة خلق ما خسره، وهو الرابط السري مع الشعب الأمريكي. أعتقد أنه تحدث بعمق إلى تطلعات الشعب الأمريكي، إلى شيء أفضل ما أطلق عليه إبراهيم لينكولن الأفضل. هو أنه تحدث عن مستقبل أفضل ورؤية لسياسة خارجية لا تعتمد على العنف والدمار والموت لحل المشاكل، وفي نفس الوقت قام مع حماية أمن أمريكا. وأنا أتفق معه، ما قال أفضل جزء في حديث أوباما هو الجزء الأخير. هو لم يتحدث عن الأحزاب، ولكنه وضع قارباً كبيراً بين رؤيته للحياة الأمريكية والسياسة الأمريكية والرؤية التي وضعها معارضوه مثل ترامب وكروز. لقد قال أشياء قوية، يجب علينا أن نرفض أي سياسة تستهدف الناس بسبب عرقهم وديانتهم. كما قال ترامب يجب علينا ألا نسمح للمسلمين بأن يدخلوا، هذا أمر ليس دستوري. ولكن مع ذلك قال أنه عندما تتم هذه الأعمال هذا لا يجعل أمريكا أكثر أمانة. هذه هي لغة قوية وهي طريقة مختلفة للنظر إلى أمن وطننا مما نسمعه الآن. البروفيسور الشرقاوي، إضافة إلى ما قال البروفيسور، ألا ترون أيضا بأن إحدى ربما اللحظات التي وضع فيها ربما الرئيس الأمريكي النقاط على الحروف وهو يتحدث إلى الخارج، عندما تحدث عن القوة العسكرية الأمريكية بأن هذه القوة العسكرية لا مثيل لها وليس هناك أي قوة تماثلها في العالم حتى الروس إلى آخره دون أن تذكرهم بالاسم، ألا تعتقد أنها كانت لحظة حاسمة فيها حديث للعالم ولكن أيضا حديث لمرشحين أمثال ترامب داخليا الذين أصبحوا يتحدثون عن أمريكا الضعيفة، أمريكا التي خرجت عن مصارها وفقدت مكانتها في العالم؟ إذا اعتمدنا أدوات تحليل الخطاب السياسي يبدو أن ما جاء في حديث أوباما هذه الليلة ينهي وضع أمريكا ضمن منظومة الحرب الباردة، وقد ذكر أن هذه الحرب الباردة انتهت عندما انفتح على كوبا. يريد الآن أن يقفز بالسياسة الخارجية من منطق الحرب الباردة التقليدية والتي انتهت عام 91 إزاء التنافس مع الاتحاد السوفيتي، ويضع هذه السياسة الخارجية ضمن متطلبات وضمن تحديات القرن 21. هو الآن يريد أن يبلغ الرأي العام الخارجي بأن أمريكا تريد أن تحافظ على عظمتها وقوتها، لكنها لا تريد أن تدخل في أي نزاع مفتوح، بمعنى أنها لا تصبح شرطي أو دركي العالم. يجيد الآن هو يريد أن يقنع الرأي العام الداخلي من جهة بأن هناك حدود لهذا المد الإمبراطوري الذي يلوح به بعض الجمهوريين مثل ترامب ومثل تيد كروز، في نفس الوقت لا يدع لهم الفرصة في أن ينتقدوا بأنه ربما منطوي أو منزوي على نفسه وبالتالي يضعف مكانة أمريكا في العالم. هو هذا التوازن الحقيقي، وأعتقد أن
موقف أوباما من قضايا العالم الآن المفتوحة هي ما سيميزه الآن بأنه رجل وإن ابتعد عن استخدام القوة إلى أنه لم يحول الولايات المتحدة إلى قوة متضاعفة أو متآكلة من الداخل، هي لا تزال تحافظ على تأثيرها في الخارج لكن ليست مجبرة بأن تستخدم القوة عند كل منعرج في الأزمات. أذكر فقط السادة المشاهدين بأننا ما زلنا ننتظر ونحن نتابع هذه المشاهد لرئيس باراك أوباما ومدى شعبيته في أروقة الكونغرس بعد هذا الخطاب التاريخي، أن الجمهوريين سيردون بعد قليل، وسيكون مهما جدا بروفيسور أن نشاهد ممثلة الجمهوريين في ولاية ساوث كارولينا وهي تحدث ردا باسم الجمهوريين. ماذا تتوقعون بروفيسور كمعارضة جمهورية أمام هذا الخطاب الذي تعتبرونه خطابا تاريخيا في نهاية المطاف؟ ماذا تعتقد الجمهوريين وما هو وضعهم النفسي مع هذا الخطاب هذه الليلة في هذه الأجواء الانتخابية التي تعيشها الولايات المتحدة؟ يجب أن نذكر. يجب علينا أن نتوقع رؤية مختلفة تماما للعالم، لن تقدم نفس الآراء الإيجابية المتفائلة التي وضعتها إدارة أوباما، سوف تتحدث عن التحديات التي تواجهها البلاد، ويجب علينا أن نقول أن لدينا مشاكل اقتصادية وأمنية كبيرة، ومن الصعب من الواضح أنها ستتحدث عن الحلول الجمهورية التي ستكون مختلفة، الحدود وتخفيض الضرائب من أجل إنعاش الاقتصاد. سوف نرى رؤيتين مختلفتين تماما، لن تتحدث عن الحاجة إلى التخلي والتحول عن الاقتصاد المعتمد على الوقود الأحفوري، ولكن من المفاجآت التي سمعتها ظننت أنه سوف يتحدث أكثر عن الاتفاقية مع إيران، وكانت هذه هي إحدى الإنجازات الكبيرة، ويبدو أن هذه الاتفاقية ناجحة. هناك ثلاث نقاط مرتقبة في رد الجمهوريين. أولا، سيحاولون مهاجمته فيما يخص دعوته للحد من انتشار الأسلحة اليدوية، ويستخدمون عبارة أن الرئيس أوباما يريد أن يصادر الأسلحة ويخترق أو ينتهك التعديل الثاني في الدستور الأمريكي. النقطة الأخرى، سوف ينتقدونه أيضا في نظام الرئاسة أو أوباما كير، والذي يحاول الجمهوريون أن ينزعوه أن يقلبوه رأسا عقب. النقطة الأخرى هي قضية إيران، ما بين أزمة البحرية أو العشرة بحار الأمريكي اليوم وبدء تنفيذ الاتفاق النووي وعودة الأرصدة الإيرانية إلى طهران، هم يعتقدون أن هذا الاتفاق هو خسارة، وسوف يستغلون ما حدث اليوم في الخليج لإبراز أن سياسته الخارجية خصوصا إذا إيران ليست بالفعالة، وبالتالي ينبغي أن نجد بديلا جمهوريا، لأن الجمهوريين عادة هم من يلوحون باستخدام القوة والتحكم في الحكومات الأخرى. في كل الحالات ونحن ننتظر هذا الرد من الجمهوريين، الرئيس هذه الليلة أعطى أيضا عدة أفكار أيضا، مثلا فيما يخص غوانتانامو. قال إنه سيواصل هذا الجهد لإغلاق غوانتانامو لنظر لأسباب أخلاقية وأسباب مالية وأسباب سياسية إلى آخره. بروفيسور، هل تعتقد أن الرئيس أوباما سيتمكن خلال الفترة المتبقية له، أقل من سنة الآن، هل تعتقد وتتوقع أنه سيتمكن عمليا من إغلاق هذا المعتقل؟ هل هذا وارد؟ هل سيسمح له بهذا الانتصار السياسي؟ الجمهوريون لن يسمحوا لأوباما بأن يحقق أي نصر على الإطلاق، ولكن غوانتانامو هي مؤشر على مغزى كبير لهذه الخطاب، وهو أنه يتوجب علينا أن نتخلص من الأشياء القديمة. لا يمكننا أن نحارب الحرب الباردة في كيوبا، لا يمكننا أن نعتمد على الاقتصاد الذي يستند إلى الطاقة الأحفورية. لا يمكننا أن نعود إلى أمريكا المرتزقة على الهوية الإثنية والتي تستهدف أشخاص معينين بسبب عرقهم. لكن فيما يخص غوانتانامو، بالضبط هذا المعتقل، هل سيتمكن من المراوغة السياسية؟ هل تعتبرونه قادرا عليها الآن كي يتمكن من إغلاق هذا المعتقل؟
أعتقد أنه بإمكانه أن يتخذ هذا الأمر بأمر تنفيذي. هو ليس بحاجة إلى موافقة من الكونغرس. لقد قام بمثل هذا الإجراء فيما يتعلق بالأسلحة والأجور. لن يخسر أي شيء. هو لن يترشح مرة أخرى. ولكن مرة أخرى إذا ما تم انتخاب جمهوري فبإمكانه أن يلغي جميع هذه الأوامر. ولكن سيكون من الصعب إعادة فتح غوانتانامو. بس ترجمة ترجمة. إذا تتوقع بروفيسور أن تكون كما قال بروفيسور؟ أختلف معه في الرأي لأن غوانتانامو ليست فقط قضية قانونية، هي أصبحت الآن قضية نفسية وقضية أمنية نظرا لعلاقة غوانتانامو بما حدث في أفغانستان. بروفيسور يقول أن القرار الرئاسي يعني سيدفع بالأمور، سيفرض واقعا قانونيا على الكونغرس ويتحدى به الكونغرس. لو كان هذا ممكن لقد كان من كان له أن يفعله في عام في العام الأول من ولايته الثانية. وأعتقد أن مرور 3 سنوات تعزز فكرة أنه يدرك أنه لن يستطيع، وستظل غوانتانامو هي الفصل الذي يظل مفتوحا في التركة السياسية لأوباما بعد أن كان هو القضية المحورية وبعد أن التزم أوباما بتوقيع قرار إغلاق غوانتانامو في اليوم الأول من دخوله إلى البيت الأبيض. هذا هو واقع الرئاسة في أمريكا. هناك لائحة أولويات بعضها يتحقق والبعض الآخر يظل أسير المناكفات السياسية مع أعضاء الكونغرس من الحزب الآخر. بروفيسور ستيفن ابقى معنا. الآن نرى في القاعة أن الجمهوريين يستعدون. ننتقل الآن هناك لنستمع بعد خطابهما إلى دانيكا هيلي. Like America as a whole, our state has a rich and complicated history. One that proves the idea that جميع الولايات فإن ولايتنا لديها تاريخ معقد وتثبت أن كل يوم هو أفضل من اليوم الذي سبقه. خلال دقيقة سوف أتحدث عن رؤية لمستقبل الأمريكي أكثر إشراقا، ولكن أريد أولا أن أقول بعض الكلمات عن رئيس أوباما الذي ألقى لتو آخر خطاب عن حل الاتحاد. لقد تحدث لتو مثل ما فعل في أول يوم انتخب فيه، تحدث عن كثير من الأمور الكثيرة وهو في أفضل حالاته عندما يقوم بذلك. ولكن لسوء الحظ فإن سجل التاريخ دائما يعاني من القصور مقارنة بكلماته الرنانة. فيما يدخل عامه الرئاسي الأخير، الكثير من الأمريكيين لا يزالون يعانون من الضيق بسبب الاقتصاد ومن خطة رعاية الصحية التي رفعت أسعار التأمين وجعلت الأطباء غير متاحين وعاثت الفوضى في كثير من مدننا. وأسوأ من ذلك، نواجه أخطر خطر إرهابي رأته أمتنا منذ 11 من سبتمبر. والرئيس يبدو أنه إما غير مستعد أو غير قادر على التعامل معه. عما قريب ستنتهي ولاية أوباما وسوف تتحول أمريكا في اتجاه جديد. هذا الاتجاه هو ما أريد أن أتحدث عنه اليوم. في البداية أقول أنتم تنتبهون لما يجري في واشنطن وأنتم لستم سذج وأنا لست ساذجة كذلك. أنا أرى ما ترونه والكثير من إحباطاتكم هي مصدر إحباط لي. شعوركم بالإحباط من الحكومة يتنامى يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، ولكن لا يخدمنا بصورة أفضل، وهو إحباط بالوعود التي تقدم ولا تنفذ أبدا. نحن بحاجة إلى أن نكون صادقين مع بعضنا البعض ومع أنفسنا. بينما يتحمل الديمقراطيون الكثير من المسؤولية على المشاكل التي تواجهها أمريكا اليوم، لا يتحملونها لوحدهم. هنالك الكثير من الأطراف التي يمكن لومها. نحن الجمهوريون بحاجة إلى أن نواجه هذه الحقيقة. علينا أن نعترف بإسهامنا في تآكل الثقة العامة في قيادة أمريكا. علينا أن نقبل أننا لعبنا دورا في خراب حكومتنا، وعلينا بعد ذلك أن نصلحها. الأساس الذي جعل أمريكا آخر أفضل أمل على الأرض لم يتلاشى، لا يزال قائما، والمسؤولية تقع على عاتقنا في أن نرجع إليه. هذا يبدأ أينما بدأ في البداية. أنا ابنة مهاجرين هنود فخورة. ذكرت إخوتي وأختي كل يوم بالنعمة التي نتمتع بها في العيش في هذا البلد. لقد ترعرعنا في الجنوب
وشكل عائلتي لم يكن مثل جيراننا، ولم نمتلك الكثير، لكننا ساندنا بعضنا البعض وسنحت الفرصة لنا لكي نقوم بأي شيء وأن نحقق أي شيء طالما كنا مستعدين للعمل من أجل ذلك. قصتي غير لا تختلف عن ملايين الأمريكيين الذين جاءوا إلى شواطئنا لأجيال وهم يحلمون بحياة أفضل. هذا هو حلمنا جميعا، وفي هذا البلد رأينا مرة بعد أخرى أن هذا الحلم قابل للتحقيق. اليوم نعيش في زمن مليء بالمخاطر لم نواجهها من قبل، وفي أي وقت من هذه الأوقات السبعة قد يكون من المغري أن نتبع ناقوس دعوة أكثر الأصوات غضبا. علينا أن نقاوم هذا الإعزاء، ويجب ألا يشعر أي شخص مستعد للعمل بصورة جادة والامتثال للقوانين وحب تقاليدنا بأنه غير مرحب به في هذا البلد. في نفس الوقت لا يتوجب علينا أن إذا نيكي هيلي حاكمة ولاية ساوث كارولينا في ردها إذا كما هو التقليد لهذا الحدث السياسي في الولايات المتحدة ردا على خطاب الاتحاد الرئيس الأمريكي في كلمة واحدة، يقول الجمهوريون إنه رئيس فاشل لم يحقق في نهاية المطاف أي شيء للأمريكيين. الفقر ما زال مستمرا، خطة الرعاية الصحية، ونحن نشعر أيضا بأكبر خطر تواجه الولايات المتحدة الإرهاب كما كان متوقعا. هذا الحديث بروفيسور في 30 ثانية، نشرف الآن على النهاية، عندما تشاهدون الجمهوريين والديمقراطيين، ما هو تقييمكم هذه الليلة بعد هذا الرد الجمهوري وخطاب الرئيس باراك أوباما؟ 30 ثانية. أعتقد أن أوباما قدم الكثير من الخير لحزبه بهذا الخطاب العظيم. لا يهمني ما هي الآراء السياسية، كما قالت نيكي هيلي فإن هذا كان خطابا جيدا. فيما يتعلق بالإجابة، أعتقد أنها بدأت بداية سيئة جدا، كانت قاسية وحزبية وانتقدت أوباما. أعتقد أنه بعد ذلك أصبحت أكثر قوة، ولكن البداية كانت غير جيدة. وقد صدمت لأن أريها لكي أراها أن تضع طريقا إلى المواطنة أمام المهاجرين، وهذا معارض لكل الجمهوريين. بروفيسور الشقاوي، اختيار هذه السيدة بالذات وهي حاكمة ولاية ساوث كارولينا مثال على شعور الجمهورين بالضعف. هم يختارون أمريكية من أصل هندي ويعيدون التذكير بأن هناك تعددية داخل الحزب. شكرا جزيلا بروفيسور الشقاوي، شكرا جزيلا بهذا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة. أوكي، إذا مشاهدينا نشكركم على متابعة هذه الحلقة معنا هذه الليلة بكل أطيافها السياسية. نشكر البروفيسور أحمد الشرقاوي أيضا على محمد الشرقاوي على هذا التحليل وعلى هذه المعلومات، ونشكر أيضا الأستاذ معنا على هذه التحليلات هذه الليلة. وربما إن بقيت لي 10 ثواني آخر كلمة هذه الليلة في جملة واحدة. غدا يستيقظ الجمهوريون على خطاب جديد يصعب عليهم تحديه، ويصعب على دونالد ترامب وعلى بن كارسون أن يجدوا بدائل أخرى لهذا الخطاب. بروفيسور، one word، كلمة واحدة. If we can إذا كان بإمكاننا أن نتبع مثال أوباما بغض النظر عن قيمنا وأن نتبع طبيعتنا الحقيقية، سنكون أفضل دولة. مشاهدينا بهذين الجملتين إذا نهاية الحلقة، شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء. مصدر تهديداتنا الأكثر يأتي من الدول الفاشلة. الشرق الأوسط يمر بتحولات ستستمر لأجيال بسبب نزاعات تعود لآلاف السنين. كذلك فإن اضطرابات اقتصادية تأتينا من الاقتصاد الصيني وهو يمر بمرحلة تحول. روسيا اقتصادها ينكمش، لكنها تضع الموارد في سوريا وأوكرانيا، وهما الدولتان اللتان تراهما روسيا تخرجان من سيطرتها. المنظومة الدولية التي بنيت بعد الحرب العالمية الثانية يعود لنا نحن في أمريكا إعادة ترميمها.
وانضم الينا من واشنطن مراسل الجزيره فادي منصور. فادي، اذا كيف دافع اوباما عن سياساته السابقه ومر الى الحديث عن السياسه المستقبليه للاداره الامريكيه؟ نعم، في الواقع الرئيس باراك أوباما قدم رؤية كاملة متكاملة حول ماذا يريد لهذه البلاد أن تكون عليه. الخط الذي أمسك بهذا الخطاب من أوله إلى آخره هو التأكيد بأن هناك مجريات ومتغيرات تعصف بالعالم، ولا يمكن لأحد عمليا أن يستند إلى الماضي لمواجهتها. إن العالم يتغير، وعلى الولايات المتحدة أن تستفيد من هذه المتغيرات، لأنه كما أشار هي الأقوى اقتصاديا، هي الأقوى عسكريا، وهي الأقوى بمثالها وبنموذج في العالم. دافع عما قام به سواء في انتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها لعقود، دافع عن إدارته في منح الأمريكيين نظام للرعاية الصحية عادل، دافع عن سياسته في موضوع التعليم الجامعي، دافع عن سياسته في استخدام الدبلوماسية لإعادة التطبيع مع كوبا أو لإبرام الاتفاق النووي الإيراني، وأيضا دافع عن سياسته في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، بناء عمليا تحالف يعزز الدور القيادي للولايات المتحدة عوض أن يقصي الحلفاء. في هذا الإطار الرئيس باراك أوباما انتقد بدون أن يسمي بطبيعة الحال الخطاب الكراهية الصادر عن بعض المرشحين الجمهوريين، وتحديدا المرشح دونالد ترامب، سواء إزاء المسلمين أو إزاء الفئات الأخرى، وقدم رؤية أكثر تفاؤلا بالمستقبل تتعامل مع هواجس الأمريكيين في مقابل الخطاب التخويف وخطاب الكراهية هي الذي يضع الولايات المتحدة أو يصورها وكأنها في تهديد مستمر من الخارج. هذا عمليا بشكل موجز ما حاول الرئيس باراك أوباما أن ينجزه في آخر خطاب له حول حال الاتحاد. في المقابل كان هنالك رد للجمهوريين على هذا الخطاب، فأجمل لنا ما جاء فيه. نعم، الرد الجمهوري جاء على لسان حاكمة ولاية ساوث كارولينا نيكي هايلي، التي قالت عمليا بأن الرئيس باراك أوباما مرة أخرى قدم كلمات رنانة فارغة من أي مضمون، لأن الانتعاش الاقتصادي الذي يتحدث عنه عمليا لم يؤثر بشكل إيجابي على حياة الأمريكيين، وهناك الكثير من الأمريكيين الذين لا يشعرون بهذا الأمر. ولكن الأبرز هي أشارت إلى أن الولايات المتحدة اليوم تواجه أكبر التهديدات منذ هجمات 11 من سبتمبر، منتقدة الرئيس باراك أوباما على اعتبار أنه إما لا يريد أو أنه غير قادر على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي هي شككت في قدرته وفي قيادته لهذه البلاد. وأيضا كذلك رفضت الاتفاق النووي الإيراني على قاعدة أنه يعرض الأمن الأمريكي للخطر، وأيضا يعرض أمن إسرائيل للخطر. وبالتالي في هذين الملفين، سواء في الملف الاقتصادي أو في ملف السياسة الدولية، اعتبرت أن إدارة الرئيس باراك أوباما فشلت في تقديم أي إنجاز جدي.